مرحبا، معكم إبراهيم زوغار من علمني أب في هذا الفيديو الأول حول برنامج باوربوينت، وهو برنامج لشركة مايكروسوفت، طبعا ضمن باقة الأوفيس. وهذا البرنامج يستعمل لإنشاء وتصميم العروض التقديمية. طبعا ربما تسأل لماذا تحتاج لتعلم هذا البرنامج، لأنه إذا كنت طالب في الثانوية أو في الجامعة فأنت تعلم جيدا أن هذا البرنامج يستخدم للقيام بالعروض التقديمية. كذلك المدرسون يستخدمونه في المحاضرات وفي الشركات، فموظفو الشركات ومستخدميها يستخدمون هذا البرنامج للقيام كذلك بالعروض التقديمية، سواء حول المنتجات أو حول تقديم يعني حصيلة عمل شركة في مدة زمنية محددة إلى غير ذلك. على أي البرنامج هو من أهم بل أكثر البرامج المستخدمة لعمل وتصميم العروض التقديمية، وفي هذه الدورة سنتعرف على طريقة استخدام البرنامج من الصفر حتى الاحتراف. يعني سنتعرف على طريقة إنشاء عروض تقديمية، إضافة النصوص، الصور، الفيديوهات، الأشكال، يعني المقاطع الصوت، تسجيل الفيديو وغيرها من الخيارات. كذلك طبعا يعني كيف تجعل هذه العروض بشكل احترافي عبر استعمال الحركات animations والانتقالات transitions إلى غير ذلك. فهذا هو الفيديو الأول بطبيعة الحال. أريد أن أشير أنه لمن يهتم بتعلم مايكروسوفت اكسل وكذلك مايكروسوفت وورد، قمنا بنشر دورة كاملة حول البرنامجين. فدورة مايكروسوفت اكسل فيها 76 فيديو، ودورة مايكروسوفت وورد فيها 38 فيديو. وحان الوقت للمرور لباوربوينت لشرح هذا البرنامج للراغبين في تعلمه بالتفصيل. ابتداء من الفيديو المقبل رقم 2 سنبدأ بتعلم هذا البرنامج. لا تنسوا الاشتراك في قناة علمني أب، وأراكم في ذلك الحين.